اصبر انا حكم يا فيصل يلا يا ولد، تعطيني ثلاث كورة احكام حلوة. عندي، اسمع تخيرني في ثلاثة، تقول ثلاث احكام وانا اختار واحد. ليش؟ ليش يا حبيبي؟ والله اسمع، تعطي ثلاث احكام وانا اختار واحد منها. ثلاث. في ذمتك اي والله. خلنا نشوف الشباب يا اللي تابعونا، هل فعلا اختار ثلاثة ولا اختار واحد؟ اكتبوا لي اكتبوا لي، لاني اول مرة في حياتي العب جولة. اكتبوا لي هو خيار واحد ولا خيارين ولا ثلاثة، اكتبوا لي ارقام ارقام ارقام. ابو راكان وش اسمه راكان يا اخوي، انقلع وش اسمه راكان، وش اسمه اسمه راكان يا اخوي، شو اسمه، اكتبوا لي اكتبوا لي اسمع، واحد من واثنين اللي ولا فتح لك ثلاثة. تيك توك؟ اسمع، انت خليك في تويتر، مالك دخل في تيك توك تدري؟ خلنا نحكم بعدين. كتم انطم انطم، واحد واحد حكم، كتبوا واحد حكم، حكمين ثلاث واحد، والله كتب واحد، والله كتب واحد. اسمع طيب جيب حكمك، يلا يلا جيب. حلو، اي اصبر اصبر اصبر، على افضل حكم، اول مره احكم وبتفنن بالحكم، والله حلو. اصبر اصبر يا يلا حبيبي. اسمع، انت عندك قلم اسود؟ عندي القلم لا حقي، عندي لا لا القلم حقي كارتير. يا رجال، انقلع، قال كابتن انقلع بس. اسمع يعني ام الهياط في راسك حتى وانت صايم هايطي. اسمع يا ولد، اسمع ولا تبي تعرف انا الساعة جالس حقتي؟ يا ليلى، شي حين بطلع سروالي، يقول شوف سروالي من